مرحبا، أنا خالد من سوريا. لجأت إلى ألمانيا بسبب ظروف الحرب وعن جاهية النظام في بلدي. هذا البلد يعتبر كضفة أمان بالنسبة لي كما للآخرين الذين عانوا ما عانيت. وبالرغم من ذلك أنا غالبا مشتت الذهن، متقلب المزاج، أغرق في دوامة من الكآبة والضياع، في داخلي غضب يمزق أوردتي، تقتلني الغربة والحنين والشوق لوطني وأهلي وأصدقائي وحياتي. إضافة إلى ذلك التحديات والمسؤوليات في الموطن الجديد وعلي مجابهتها وترويضها مما يشكل ضغطا إضافيا علي. هنا شعور الوحدة والضعف يصبح اعتياديا، ولكن بالرغم من ذلك هنا أنا لست وحيدا، إذ يمكنني الحصول على المساعدة والإرشاد من ذوي الخبرة هنا في ألمانيا. هذا هو عملهم وهو مجاني، ولا يسمح لهم بمشاركة أو تسريب أي معلومة خاصة بي لأي شخص كان. في مخاوفي وتحدياتي لم أعد وحيدا، أشعر دائما أن هناك من يسمعني، هناك من يرشدني. أنا سعيد لأنني تجرأت على فعل ذلك، سأفعل ذلك مرة أخرى إذا اقتضى الأمر ولن أتردد، فذلك يمنحني شيئا من العزيمة ومزيدا من القوة.